أحبان المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المنتصرين وزي ما أنتم معرفين الفكرة من البرنامج هو أننا نشارك معاكم اختبارات أحبائنا العابرين من الإسلام إلى اتباع سيدنا مخلصنا المسيح واليوم معنا أخ عزيز جدا علينا الأخ سامي وهو من الخلفية الإسلامية أيضا ومن أتباع المسيح وهو من دولة اليمن أخ سامي مرحبا بك وتشرفنا بحضورك معنا أهلا وسهلا بك يا أخي وأنا سعيد جدا أن أنا أكون معكم شكرا جزيلا أخ سامي ممكن تدي المشاهدين خلفية عن حياتك مثلا قبل ما قبلت المسيح حياتي قبل ما قبلت المسيح، أنا نشأت وترعرعت في أسرة مسلمة من اليمن، ولدت وعشت في العاصمة صنعاء في جو كله جو إسلامي، فكانت حياتي مثل معظم اليمنيين يعني ما بين مدارس تحفيظ القرآن. والمسجد وحلقات التحفيظ والعلم والمدارس الحكومية فحفظت معظم القرآن وأنا طفل صغير من مدارس تحفيظ القرآن الكريم عشت في أسرة ملتزمة نوعاً ما مش متشددة ولا يعني متسيبين ملتزمة حريصة على التعاليم الإسلامية والفرائض فكانت تربية إسلامية أكثر من المسجد ومدارس تحفيظ القرآن أكثر ما كانت في البيت يعني ف بداية حياتي فيها تمام آه نعم. يعني درست القران مثلا في المسجد وفي البيت ولا اكثرها في البيت نعم كان الاكثر في في المسجد في البيت كنا الذي نحفظه في المسجد نيجي نردد عليهم في البيت فالوالد كان ضروري ما يشوف ايش الذي درسنا وش احنا حفظنا يعني كان في رقابه مهمه جدا على ان ضروري ما كنا نحفظ القران وللاسف كان بيعتبرونا يعني يقول لك طفل يحفظ بس فكان الواحد مجرد حفظ هم عارفين ان الحفظ للطفل من دون شرح بيخليه عباره عن شخص متحكم فيه يعني لما يكبر بالضبط يعني ما كان عندك اي قدره انك مثلا تسال اسئله وتقول اشرحوا لي دي او اشرحوا لي دي اكيد كان صعب جدا جدا يعني انا انا يمكن البدايه او بدايه مشاكلي كانت مع الاسلام هي في طريقه الاسئله يعني انا سؤال واحد خلاني افقد ثقتي نهائيا في الاسلام كدين ممكن تشارك معنا هذا السؤال؟ اكيد يعني زي ما قلت لك في البدايه في بدات ادرس القران في مدرسة تحفيظ القران فهذا تعرف اليمن في السعوديه لما الطفل يكون عمره اربع سنوات الى ست سبع سنوات الى ان تبدا المرحله ده. الابتدائيه فبدات المرحله الابتدائيه ففي اول سنه واحد من المدرسين بدا يشرح لنا عن امهات المؤمنين زوجات محمد. ايوه. كيف ان احنا نحبهم زي امهاتنا نعتبرهم ونقدرهم زي امهاتنا فبدا يكتب اسمائهم فانا عديتهم فكانوا اكثر من 12 امراه غير السبايا والجواري. ايوه طبعا فحصل عندي انا نوع من ال قلت كيف يعني في مدارس تحفيظ القران في القران قال مثنى وثلاث وربع فأكثر حد أربع نساء فكيف النبي تزوج أكثر من 12 إمرأة فاعتقدت أن الأستاذ كذب علينا فكنا نخاف نسأل لأن دائما كان يقول لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم أيوة. نعم. فرحت ل... لعند الشخص الذي مستحيل أنه يزعل مني أو يقول أن أنا غبي يعني عند شخص بيحبني الذي هو أبي فسألته قلت لها المدرس كذب علينا اليوم وقال إن النبي محمد تزوج أكثر من 12 زوجة فأبي قال لا مش كذاب هو كلامه صح قلت كيف والله قال مثلا وثلاثة ورباع فأبي قال يا ابني النبي محمد هو نبي هو درجة أولى يعني القانون مش عليه نبي مكرم والتعاليم الإسلامية والقوانين ما تحتكمش عليه هي علينا إحنا بس وقلت له مستحيل يعني في القرآن آية واضحة بتقول إن محمد بشر أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ممكن يموت ممكن إنه هو ينقتل حتى صح؟ فهذا كنت أقول له كلام الله في القرآن يعني محمد بشر ما هوش مميز فبدأ بيغضب فأنا قلت له أنا آسف يعني بس لو القرآن جاء من عند الله لعندنا إحنا من خلال النبي محمد المفروض هو يلتزم فيه اولا فمستحيل اسمع لشخص او احترم شخص يقول لي اعمل كذا هو بيعمل شيء عكسه يا اما كان التزم باربع نساء ولا كان سمح للمسلمين يتزوجوا زي ما هو فانا اسف يا ابي انا لا اثق في محمد نهائيا فشفت فعلا الشرار طلعت من عين ابي كنا في المطبخ فحمى سكين وحرق ايدي بها انا جدا جداً انت يعني تسأل اسئله زي هذه ما في شك ما في شك يا اخي انا عارف يعني ايش قصدك في اللي بيحصل هذا للاسف يعني ادمغتنا كلها مغسوله جدا يعني في للاسف صح نعم يعني طيب ايش اللي ف... حصل ايش اللي حصل بعد كده لما لما انحرق يدك بيها يعني ما زال العلامه الى الان معلمه حصل جرح كبير وفعلا صدمه لي كان صدمه اكثر آه، ايش الدين هذا الذي يخلي اب يحب ابنه ممكن هو حتى يقتله يعني انا عارف ان ابي بيحبني عارف ان حتى بعد يمكن ساعه رجع واعتذر وقال انا اسف بس الاسئله هذه ما حد يسالها لان فيها كفر وفيها شرك بس خلاص يعني الجرح عن الدين هذا آه بدا بشكل عميق في قلبي وكنت يعني بعدها اي لسه في الابتدائيه كنت في الابتدائيه او كنت المتوسطه في الابتدائية. كنت الابتدائية يعني. صف اول ابتدائي يعني صغير جدا في السن نعم نعم طيب نعم. آه وبعد كذا آه استمريت مثلا في دراسه القران في آه في المدرسه آه لا آه اكيد في المدرسه إلزامي الواحد يدرس القرآن بس بالنسبه لي اي شيء اسمع عن الاسلام او اي شيء من القران آه ارفضه تماما داخل قلبي اكيد ما كنت اقدر اقول الكلام هذا كانوا قتلوني بس خلاص يعني انعمل حائط كبير جدا ما بيني وبين الاسلام كان كل شيء ادرسه اشوف اصبعي اشوف ايدي الذي العلامه ما زالت فيها سبحان خلاص الله خلاص يعني سبحان الله يعني الرب خلى هذه العلامه تذكار لك على مصداقيه من هو الله مقابل الاشياء اللي تسمعها فما في شك احيانا نحن الامور هذه بتكون صعبه علينا ان نتقبلها لكن إلهنا عجيب ولو يعني تصرف بحكمة صراحة اختبارك يعني شيق جدا جدا يا أخ سامي وإحنا قربنا تقريبا من نهاية الوقت لهذه الحلقة طبعا اختبار الأخ سامي لحكم معنا على أجزاء وهذا يعتبر الجزء الأول بمشيئة نعم. الرب في الجزء الثاني نحب نكمل من من هذه النقطة ايش اللي حصل وانت بتنمو انت فضلت في اليمن لغاية متى اخ سامي؟ نعم انا فضلت في اليمن لما عمري تقريبا نهاية 22 سنة تمام ان شاء الله لما نرجع في الحلقه الجايه سنتكلم نتكلم على ايش اللي حصل بعد الحادثه هذه الين مثلا تركت اليمن ونحب نذكر احبائنا المشاهدين ان الهدف من الاختبار اللي انتم هذا ما هو انه ندي مجد لنفسنا بالعكس ندي مجد لرب المجد الهنا ومخلصنا الرب يسوع وطلبتي وصلاتي ان اللي بيتفرج علينا الان خصوصا من احبائنا المسلمين انهم ايضا يسالوا نفسهم هذه الاسئله اللي زي الاخ سامي او الاخرين في البرامج في البرنامج اللي تقابلنا معاهم او شاركوا اختباراتهم على اساس الرب اعطانا عقل عشان نفكر ونقارن به. الهنا ما ما خلقنا بهذه الصوره بس علشان نسمع ونستجيب من غير اي سؤال، بالعكس هو شجعنا ان نفتش الكتب، شجعنا ان نبحث، شجعنا ان نصلي، شجعنا إننا نقارن وهو موجود وقريب مننا أشكرك أخ سامي على هذه المشاركة ومشيئة الرب في الجزء الثاني نكمل هذا الاختبار أعزائي المشاهدين إلى نلتقي في الحلقة القادمة الرب يبارككم ويكون معكم